وصفتنا لليوم كفتة علي نازك بطريقة جدا سهلة وجدا لذيذة. هخرم الباذنجان وأدخله الفرن لحد ما يستوي تماما. في الزبدية أنزل اللحم المفروم والبصل والبقدونس وبودرة الثوم وبودرة البابريكا الحارة ورشة ملح وفلفل أسود وأعجنها تماما. أكورها بهذه الطريقة لكور. في الزبدية هنزل اللبن الزبادي والباذنجان بعد ما استوى وقشرته، عصرة ليمون، رشة ملح والكمون وأقلبهم. أنزل عليهم الطحينية السائلة وأقلبها في مقلة على النار. حنزل شوية زيت والكفتة وأحمرها مع قطعة زبدة لحد ما تاخد لون ذهبي وأرفعها. في نفس المقلة حنزل ملعقة من الزبدة ومعجون الطماطم والبابريكا وأقلبهم. وقت التقديم حنزل الباذنجان والكفتة وخليط الزبدة مع البابريكا وأزينها وأقدمها. ما أوصف لكم طعمها، من جد لذيذة، وبالعافية عليكم، لازم تجربوها.